فنشكل هذه المبادرة مبادرة التيار النوفمبري، مبادرة التيار النوفمبري حتى نخرج للعودة لقيم نوفمبر وللتمسك لقيم نوفمبر، ونخرج كذلك من هذه الصراعات القديمة المعروفة بين إسلامي ووطني وديمقراطي. احنا شفنا إسلاميين ولكنهم تجردوا من الأخلاق وصاروا انتهازيين وزبونيين، وشفنا وطنيين صاروا عملاء وصاروا خطر على الوطن وغارقوا في مصالحهم الشخصية ضد مصلحة الوطن، وشفنا ديمقراطيين يدوسون على الديمقراطية.